انظر لهذا. سأفجرها جميعا. واحدة أخرى. احترس. آسف. ستكون هذه أكبر فقاعة. هذا الشيء ضخم فعلا. تجاوزت حجم الأريكة. واو. نايومي، أريد أن أجرب بنفسي. أراهن أني قادر على صنع واحدة أكبر. أراكم على الجانب الآخر يا رفاق. واو، هذا المكان رائع. واو، رائع. ها، هل نكشف عن الأطباق؟ أنا أولاً. لا أنا. أتريد اللعب؟ أجل، الورقة تهزم الحجر. واو، هذه مصاصة. لقد كانت بانتظاري. سآكلها. قشرتها لذيذة. لكن هناك مشكلة ما. هل التهمت حبة بصل؟ حتما فعلت. ماذا؟ هذا مضحك. لنرى ماذا لديك إذن. ما هذه الأشياء الصغيرة؟ رائحتها جيدة على ما أظن. مطاطية جدا. خاطرتني فكرة ذكية. تحب ديدا وأوراق شجر صحيح؟ أهلا بك في منزلك الجديد. التصقت هنا، أترى؟ ألا تبدو مرتاحة؟ واو، انظر لهذا التوهج. لقد تحولت إلى فراشات. ذكي، هل أنت هنا؟ يمكنك فتح عينيك الآن. بروكلي ليس سيئا للغاية، إلا إن كنت تكره هذا الخضار. يمكن أكل البروكلي بالطبع، لكن هل تتحمس لأكله؟ كلا، لم أعتقد ذلك. هيا ذكي، تناولي خضارك. توقفي، لست أمي. حسنا، أعتقد أن لقمة واحدة لن تقتلني. يا إلهي، أشعر فجأة بموجة فراغ تجتاح جسمي. رائع. الجولة التالية لك بالكامل يا لانا. تيتوس وشراب برتقال غازي؟ كيف عرفت أنها وجبتي الخفيفة المفضلة؟ لم أسعد أبدا لرؤية هذه الوجبة مثل الآن. أنت الأفضل يا ذكي. لحظة، لماذا أحضرت الخلاط؟ مهلا، أحب هذه الوجبة كما هي، لا نحتاج لخلطها. سلميها لي. ما لم تكن ترغب برؤية هذه المكونات تعود من بطنك مباشرة، فإننا لا ننصح بتحضيرها في المنزل. حسناً، من المؤكد أنها وجبة برتقالية كبيرة. يا إلهي، لن تكون تجربة سهلة. لو لم أشاهد طريقة تحضيره لاعتقدت أنه كأس عصير برتقال. تفضلي لانا. رائحته مثل رائحة عصير التيتوس بالضبط. احذروا يا عالم، إنها على وشك الانفجار. مقرف، آمل أن مذاقه لم يكن سيئاً مثل شكله. هيا، افتح الغطاءين. حلويات برتقالية، أخيراً شيء على طبقي أريد أكله. واو، انظر إلى طبق ذكي المليء بالحلويات. الآن هذه وجبة خضراء يمكنني أكلها برضا. حسناً أيتها الكعكة، اذهبي إلى فمي مباشرة. يا إلهي، إنها شهية. كيف طبقك يا لانا؟ هذا أفضل بكثير من البصل النيء بكل صراحة. واو، هل كانت نهاية التحدي سعيدة؟ أنتما لا تأكلا كثيراً، ستؤلمكما بطنيكما من كل هذه السكريات. كيف الحال؟ مهلاً، يخبرني حدسي أن هناك تحد آخر لتناول أطعمة بلون واحد فقط لمدة 24 ساعة. ماذا؟ نعم، إنه قادم. بلا المسكينة، لا تعرف ما ينتظرها. مستحيل، لن أكل هذا الشيء. هيا بنا. مفاجأة. حالف الحظ كلير في هذه الجولة. تبدو كعكة الدونات شهية.
ومناسبة تماما للشوكولاتة. أجل، تبدو أشهى الآن. إنها تذوب في فمك. هذا ظلم. إلا إذا أثناء انشغالها بطبقها سأبدل البيضة بهذه الشوكولاتة. شوكولاتة على شوكولاتة، لا مانع لدي. سيكون طعمها ملحمياً، ومن حسن الحظ أني من عشاق الشوكولاتة. لن يظن أي أحد أنها بيضة غير حقيقية. تعالي إلى فمي. هل ستأكلينها؟ هناك كريمة في اللب، لكن كلير لن تعلم بذلك. هذا مقزز. يمكنك أكل هذه البيضة إن أردت. أظن أني سأجربها. أعني، لن يكون طعمها سيئاً للغاية، صحيح؟ سيكون هذا مضحكاً. هل هذا يكفي؟ ربما ستعطي الشوكولاتة على طعم البيضة. لا أصدق أنها ستأكلها. طعمها مختلف، لكن ليس سيئاً أبداً. لا أصدق أني لم أجربها قبل اليوم. فشلت خطتي، لكن أنا سعيدة ببيضتي. لا، ليس الآن. حسناً، هذا مشوق، غير مناسب للشوكولاتة. الليمون فاكهة، صحيح؟ ربما سيصبح طعمه مثل الفراولة مع الشوكولاتة. سأضع كمية كبيرة. لن يكون مذاقها سيئاً، صحيح؟ إنها مجرد شوكولاتة. القشرة صلبة. بالكاد أتذوق طعما. ها هو، حامض جداً. يمكنني استخدام بعض الصلصة، لكن الليمون سيؤدي الغرض. مهلاً، ماذا ستفعلين بالليمون؟ هذا أفضل بكثير، لكن ليس مع الشوكولاتة. هيا، ابدأ الأكل. انظري إلى كل هذه الشوكولاتة اللذيذة. سأغطيها بالشوكولاتة. باقي الكثير. أتمنى لو كان لدي مكسرات لأرشها عليها. هل فقدت كلير صوابها؟ مثالي، كلها لي. هل ستأكلها حقا؟ أجل، إنها تأكلها. إنها مثل صلصة تتبيلة لذيذة. هل ستحديني على أكل كل هذا الصفن؟ كلير، يمكنك وضع دجاجة كاملة هناك. يمكنني أكل العظام لو استطعت. قطعة أخرى. قطعتان معا، هذا رائع. أنت تتصرفين مثل حيوان. حيوان يتضور جوعا. ألم تشبعي بعد يا كلير؟ أظن أني بدأت أشبع. ربما يجدر بك أخذ استراحة. هذا مقزز. البالونات أفضل أدوات للمقالب. إنه قادم، اجلس هنا. شكراً. لا، غدائي. ماذا حدث للتو؟ جرد. لا تغضب، إنه مجرد مقلب. أين الكولا؟ سأعود حالاً. كيف سأكلها الآن؟ البالون هو سلاح جارد. يمكنني المشاركة في هذا المقلب. لن أحتاجها. كأنها حبة نقانق. ومع الكاتشب والخردل، لن يعرف أنه بالون. آمل أن تعجبه هذه الشطيرة. أحضرت كولا أخرى لي. ماذا؟ أوه، ما نوع هذه النقانق؟ هذا ردي عليك. قلت لها إني لست مغفلة. مرحباً،
شكراً على المشاركة يا صاح. لم تستأذن حتى. يا لوقاحة. أنا خائف. ما بأس يا كيفن، سأتولى الأمر. لا أحد يعبث مع أصدقائي. صوفيا، لدي خطة. لم أفهم. صوفيا، حذاءك جميل. حظا موفقا في محاولة السير الآن، وأنت مدبس بالمائدة. أنا عبقرية. أين ذهبت؟ أخيرا، راقب ما سيحدث. أنت، هل تريد اللعب معي؟ هيا. قبعتي، عودي. أوه. ها؟ ماذا حدث؟ هل أنا السبب؟ لقد أفسدت الحفلة. حظنا أوفر في المرة القادمة. أهلا يا أمي. أتريد هذه الجزرة؟ لا أريدها. المراهقون، هذا أفضل بكثير. كل أطعمتي المفضلة هنا. ما الذي تقطع الآن؟ مقزز. اخترت الخيار الصحيح بلا شك. هذا الشاب مصنوع من السكريات. من سيأكل هذا الخضار؟ ربما سيعود. كانت لذيذة. تصويب هدف. هل عدت للمزيد؟ بنكهة البيتزا. تعالي إلي. ألا تزال جائعاً؟ أخفتني يا أمي. طبق الخضار. كلا، سأكل هذا. لا لا، كل الخضار. كيفن، أخ منك، إنه عنيد جداً. يجب أن أخدعه حتى يأكل هذا الطبق الصحي. سأحتاج هذه الأكواب. ما الذي يفعله هذا الغلاف هنا؟ سأصف الأكواب ثم سأسكب ماء في كل كوب وسأضعها في خزانة حلوياته. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق على كل كوب قطعة متدلية من الخيط. ثم سألصق الأطراف بباب الخزانة. سيعلمه هذا درساً. سيعود لأخذ المزيد. لم أشبع بعد. تسديدة مثالية. أو كيفن، أعرف ما يعنيه ذلك. لا مفر من أكل البروكلي. لا تنسى البازلاء يا ولدي.